طيب نروح مع حضراتكم الموضوع تاني، وهنروح لمحصول الذرة. محصول الذرة من المحاصيل مهمة جدا بالنسبة للمزارعين، واحنا دلوقتي في موسم زراعة الذرة. مهم جدا انه يكون المزارع عنده كل المعلومات والنصائح لتفادي الآفات الزراعية والحصول على أعلى إنتاجية. خلونا نعرف مع حضراتكم أكتر، يعني إيه هي أهم النصائح من الدكتور خالد جاد لأهلنا من المزارعين. ودكتور خالد جاد هو وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة. صباح الخيرات على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ محمد وعلى حضرتك أستاذة جمانة. طبعا زي ما تعودنا دايما كده، يعني شوية معلومات ونصائح للمزارعين فيما يتعلق بمحصول الذرة، عايزين نعرفها من حضرتك. ايه ممكن الاعراض اللي تظهر على المحصول علشان نعرف ايه هي الافات الضاره اللي ممكن تضره وتصيبه بعدم الكفاءه في جني هذا المحصول؟ طبعا دلوقتي احنا طبعا بنتعرض لموجة حراريه عاليه او موجات حراريه طبعا متتاليه ورا بعضها، وطبعا ديت لها تاثير سلبي كبير على المحاصيل. واحنا في الذره بقالنا اكثر من سنتين ثلاثه بنتاثر بوجود حشره افه اسمها دوده الحشد الخريفيه، وديت يعني آفة شديدة التأثير على محصول الذرة. احنا في الوزارة عملنا طبعا حملات قومية، وعملنا دلوقتي جهاز المكافحة شغال كويس جدا عليها، ان احنا بندي نصائح للمزارعين ان تقاوم الآفة ديت من بداية الزراعة، وان هو يقاومها بالمبيد الموصى به. الوزارة نزلت قائمة بتسع مبيدات هم دول المثلى في مقاومة هذه الآفة، وان احنا نجيبها من اماكن او مصادر موثوق بها عشان نجد تأثير من رشة واحدة نقاوم الدودة دي. وبتكون المقاومة المبكرة في العمر الصغير النبات هي الفعالة. لكن طبعا الوقت احنا في نص موسم الذرة، والحمد لله الأمور ماشية كويسة وتم التغلب على معظم الآفات دي. في قوافل إرشادية دلوقتي بتجوب جميع المحافظات لتوعية المزارعين بأفضل المعاملات. لكن برضو احنا هنا عشان محصول الذرة ده محصول استراتيجي، محصول مهم جدا، بنقول برضو للمزارعين بعض التوصيات المهمة. ان احنا في صعيد مصر ينصح بزراعة الذرة مبكر في شهر مارس او متأخر في شهر أغسطس عشان نهرب من تأثير الموجات الحارة ومن الآفات الموجودة. النهاردة في معالي الوزير النهاردة ورئيس مركز البحوث الزراعية بيطلقوا النهاردة مراكز إرشادية في كل المحافظات، هتكون موجودة ثابتة فيها باحثين موجودين للتواصل مع المزارعين لتوعيتهم بأفضل الطرق لمكافحة الآفات دي، ولوجود نماذج تعليمية للمزارعين، وإن احنا نوريهم إيه المبيد الفعال ويستعمله إزاي ونطبق الطريقة إزاي. طيب يا فندم، يعني حضرتك أشرت من خلال إجابتك إنه خلاص تم القضاء على هذه الآفة، مظبوط؟ هو طبعا جاري مقاومتها، هي الآفة طبعا بيتم رشها ومقاومتها وبتظهر تاني في حقول تانية وبتتم مقاومتها، لكن طبعا بتتم مقاومتها في أول الزراعة. النهارده في نص موسم الزراعة، فأصبح النهارده تأثيرها قليل. التأثير بتاعها بيكون أكتر في أول الزراعة. الذرة مزروعة من شهر مايو، وطبعا دلوقتي يعني منتصف العمر بتاع النبات. هي دي يا فندم هي نفس الآفة، لأنه كان يعني كان منتشر إنه هناك بعض الآفات اللي بتأكل أعواد الذرة، ودي شكوى كانت منتشرة بين العديد من المزارعين في المحافظات. هل هذه هي الآفة اللي حضرتك أشرت إليها يا فندم؟ يا فندم هي نفس الآفة اللي طبعا بقت متواجدة في مصر بقى أكثر من 3 سنين، وهي حشرة خطيرة جدا لأن لها قدرة كبيرة على الطيران بالليل أكثر من 100 كيلو في الليلة. فطبعا هي بتنتشر بطريقة سريعة جدا، لكن الوزارة الحمد لله عملت يعني إيه الاحتياطات اللازمة، وأوجدنا المبيدات اللي بيتم القضاء على الآفة بيها. لكن احنا بنوعي المزارعين دلوقتي بالطريقة المثلى، يعني عندنا المبيد الفعال، لكن دلوقتي أهم حاجة إن المزارع يطبق الطريقة المثلى اللي تجيب تأثير، عشان في بيجيبوا مبيدات بتكون مش مظبوطه او من مصادر مجهوله، بيرش عدد من المرات وفي اوقات مش مناسبه، فبيتمش المقاومه المثلى. عشان كده عاملين دلوقتي مدارس حقليه، وعاملين دلوقتي قوافل ارشاديه بتجوب جميع المحافظات دلوقتي عشان نوري المزارع يقاوم ازاي من اول مقاومه او اول رشه يتم القضاء على الافه دي. ده جميل جدا، والارشاد الزراعي يعني الفتره الاخيره الحقيقه بيعمل مجهود كبير جدا، وبيروح لاهلنا من الفلاحين والمزارعين في الحقول وبيقول لهم المعلومات وازاي يتعاملوا مع مثل هذه الافات. حابب بس اعرف من حضرتك، هل الافه دي منتشره في محافظات معينه مقارنه بمحافظات اخرى، بتزيد في محافظات محدده؟ هو طبعا بسبب موجة الحر العالية على مستوى الجمهورية كلها دلوقتي هي موجودة على في جميع المحافظات، لأن زي ما قلت حضرتك هي سريعة الانتشار جدا وبتنتقل بسرعة، يعني يعتبر هي أسرع آفة في الانتشار. فهي موجودة في جميع المحافظات وجاري مكافحتها في كل المحافظات، يعني الحمد لله احنا يعني السيطرة عليها كويسة، واحنا الحمد لله دلوقتي وصلنا للمبيدات اللي فعالة معاها.
ما فيش محافظات بعينها هي اللي موجود فيها الآفة، هي موجودة في أي زراعات للذرة حتى في الأراضي الصحراوية. جميل، بنشكر حضرتك دكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة.